صباح الخير، انا اشرف بدوي ودي فكرتي المختلفه لاعلان كونو اللي بتخلص بجمله كونو مختلف. راجل وابنه ماشيين في الشارع والولد بياكل كونو، شافوا اسد قاعد على قهوه، فالولد بيقول لابوه: بابا بابا هو ده اسد بجد؟ فالراجل بيقول له: طبعا يا حبيبي، امال ايه؟ طب انا خايف يا بابا لا ياكل الكونو بتاعي. لا يا حبيبي، الاسد بياكل لحمه، ما بياكلش الحاجات العبيطه دي. فالولد فرح قوي بقى، بيقول: ايه 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 ايه. فجاه الاسد هبش دراع الواد بالكونو وجري. فالراجل قال: اخ، ده طلع كونو مختلف. كونو منتج مختلف، شكل مختلف، طعمه مختلف. ابعت افكارك المختلفة على كونو مختلف.com.